عليكم، ارحب بكم من مطبخي زينة المطبخ، اتمنى فيديوهاتي مفيدة لكم، ربي يسعدكم جميعا. بداية رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية. اليوم حبيت اقدم لكم طريقة عمل التمرية، احنا نسميها بالعراق او حلاوة التمر قسم من عندهم يسموها، بطريقة جدا مميزة ملوكية سهلة وحلوة وتتقدم للضيوف يعني باي وقت حتى لو مو برمضان تقدموها. طبعا طريقتها جدا سهلة وسريعة، تحتاج شوية مكونات اللي متوفرة عندكم. نحتاج الى تمر الخستة، انا دائما انظف من نوى واخليه بهالشكل بصحن واغلفه منظف منزوع النوى وكامل، كل شيء عندي مجهز هنا. هنا شنو عندكم مكسرات تحبون تخلون؟ انا عندي لوز عربي، عندي كازو، بندق، عين الجمل او جوز. احتاج الى زبد، ربع كيلو مال التمر يحتاج ملعقة اكل كبيرة من الزبد، يحتاج شوية كمية كبيرة. نحتاج هيل وياها بسكت اذا تحبون تضيفون ويا التمر او تحبون بدون بسكت، بس هي تنطيها طعم كلش طيب، تخفف من حرارة التمر. ونبدأ وياكم بطريقة العمل. الطريقة جدا سهلة، أول شي ناخذ المكسرات نخليها بطاوة، طبعا نخلطها عادي لأن هي كلها أنا يعني شلون ما أريد أحمصها تحميص، وإنما بس أريد أنشفها لأن كانت عندي بالمجمدة فشوية بها رطوبة، فأخليها على الطباخ على نار هادئة شوية أقلبها بس شوية يطلع من عند الرطوبة وأرجع لكم. هنا بعد ما نشفنا المكسرات راح نشيلها نخليها بصحن ونرجع نرجع الطاوة على الطباخ. خلينا الطاوة نفسها، راح ناخذ الزبد نتركها يذوب، طبعا كل شغلنا على نار هادئة. اللي يحب يقلل يعني كمية الزبد عادي براحتكم انتم، هذا النار شوية حتى يذوب عندي الزبد. بس شنو الزبد يعني او دهن او زيت انتم بيه تستخدموه ينطي طراوة للتمر يخلي يصير لين، وحتى اذا سووها كمية يعني تبقى عندكم كم يوم عادي ماكو اي مشكلة بيها. كل شغلات عادي حتى بدون ثلاجة يعني تتخلى برا بس تتغطى او تتخلى بحافظة، فاذا تحبون تسوون كميات انا بصراحة احب يعني من كل شيء اسوي كمية صغيرة ما احب اكثر، يعني حد وجبة او وجبتين هالشغلات هاي تكفي فما احب اكثر كثير. نزل التمر على نار هادئة، طبعا نصينا النار كثير ونبدي نقلب بيه ونحاول نفكفك التمر، نبقى نقلب الى ان يصير عندنا لين. هنا بنفس الوقت خلينا التمر عنر على نار هادئة، اذا اكو احد عندنا يقلب بيه خليه يقلب بيه، اذا ما اكو احد ماكو مشكلة يعني ما يلحق يحترق. ناخذ البسكت ناخذ الكمية اللي يعجبنا، ونحاول نكسر البسكت او نطحنه بس مو طحن ناعم يعني، لان هو مثلا راح يخليه التمر راح ينطح منه بهالشكل هذا. نرجع للتمر نشوف ايش صار ويانا، هنا التمر بدا يلين عندي بهالشكل، ابقى اقلب بيه واهرس او امرد بيه الى ان يتماسك عندي التمر. طبعا اكو بعض البلدان يسموه العجوه، احنا بالعراق نسميه التمر. بدا التمر يشرب الزبد فيظل لين عندي. بهالمرحله صار عندي جاهز راح انزله. هنا بعد ما كملنا التمر وصار عندنا بهالشكل هذا نضيف عليه الهيل، طبعا الهيل ينطي نكهة كلش طيبة، اللي ما يحب الهيل عادي ماكو داعي يضيفه. نضيف البسكت اللي كسرناه فوق التمر ونبدي نخلطهم، جربوه طبعا كلش طيب روعة هاي النوعية من الحلاوة او التمرية. والمكونات يعني اللي متوفر تكون مكسرات اي شيء متوفر، حتى ما متوفر عنده هاي المكسرات يقدر يضيف سمسم. هنا راح ياخذ البسكت طراوة من التمر ومن الزبد يصير هش عندنا يعني ما يظل ميبس، بس شنو ينطي طعم كلش طيب. نبلش تبرد عندي، يا اما ناخذ نايلون يا اما ورق زبده اللي متوفر عندكم. طبعا اذا تاخذون ورق زبده تخلون الطبقه اكو بيها مثل النايلون لماعيه تخلوها تخلون تنزلون عليها التمريه. اذا
تخافون لا يتكسخ دهنوه شوية زيت أو براحتكم يعني، لأن هو بيه زبد. فأنا راح أدهنه، أنزل كل الكمية. نادي أستخدم إيدي بالسهولة، أحاول أرتب بيها وأعدله. اللي ما يحب يعني البسكت يكون ظاهر بهالشكل هذا يقلل كمية البسكت أو ينعمه، ولازم نشتغل بيها وهي تكون دافية، لا هي باردة ولا هي حارة. نضيف المكسرات عليها، نخلي طبقة من المكسرات ونضغط. نستعمل الشوبق حتى تدخل المكسرات داخل التمر أو الحلاوة. بهالشكل هذا صارت عندي جاهزة، نبدي نقطعها. نرتب القطع إذا بيها مثلا شيء كبار وشيء صغار. نحضر صحن التقديم ونبدأ نقدمها. منظره يشهي يخبل، أتمنى تجربوه وينال إعجابكم، وألف صحة وهنا علينا وعليكم يا رب. تمرية تخبل تجنن ملوكية بمعنى الكلمة، أتمنى تجربوها وإن شاء الله تنال إعجابكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني بلايك ومشاركة للأصدقاء وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. ربي يسعدكم ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. هاي الطريقة الثانية راح نسوي لكم حلاوة التمر. عندنا هذا التمر، طبعا أهم شيء ننظفه من هذا من هاي القمع مالته، نوخره. وبهاي الحلاوة ما يستخدم إلا التمر الخستة. هنا عندنا الطاوة، شغلنا النار عليها، راح اخلي السمسم ملعقة اكل سمسم واحمصها زين وارجع لكم. هنا بنفس الطاوة طبعا ورا ما تحمص السمسم عندنا، خليت شوية زبد او دهن او زيت اللي متوفر عندكم واللي تحبون تخلوه، نخليه يذوب طبعا على نار هادئة كلش، ونضيف التمر. هاي ما بيها مقادير لان حسب اعداد العائله او حسب ما تحبون تسوون. طبعا احنا كل فطور الا لازم نسويها هاي الحلاوات مالت التمر، نبقى نقلب بيها على نار هادئه كلش الى ان يلين عندنا التمر يصير كلش لين، ونرجع لكم. هنا بقيت اقلب بيه ويعني اهرس بيه التمر الى ان صار عندي بهالشكل هذا حسب هالمرحله، وشرب طبعا كل الزبد اللي عندي. وانا مشيت النوى مالت التمر او العجوه، قسم من البلدان يسموه عجوه مو تمر، يعني خلينا بيه. هذا براحتكم انتم تشيلوه وتخلوه. هاي المرحلة نضيف شوية هيل مطحون، وهذا حسب الرغبة شوية تحبون تضيفون، ونضيف السمسم اللي حمصنا ونقلب ونطفي النار. تحبون تسووا كرات العفو وتخلوه بالسمسم، تحبون تخلطوه بهالشكل، تحبون تخلون فستق او مكسرات ويا، انتم براحتكم اللي تحبوه. هنا كملناها، عادي تحبون تزينوها بلوز عربي او فستق او جوز او السمسم، او تتركوها بهالشكل هذا هم تنطي شكل كلش حلو، واهم شي الطعم يجنن. صارت عندي بهالشكل، الف صحة وهنا علينا وعليكم يا رب، ورمضان مبارك عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة.